كل حاجة ضاعت خلاص. منورين الدوار يا عطارين. نورة بوجودك يا عمدة. أظن دي أول مرة تيجي الناجعة يا يحيى. والله يا عمدة كان نفسي أجي من زمان بس ما جاتش الفرصة. أي جات الفرصة هي ونورت الناجعة يا كبير. أخبار الناس هنا إيه يا عمدة؟ زي ما هما، ما أنت عارف يا عمي. السنة اللي بتعدي هنا في الناجعة بيعدي قصادها 3 سنين عندكم في مصر. تقدر تقول كده إحنا هنا عايشين في الماضي. الناس هنا غلابة، أيامهم كلها شبه بعض. والله مرتاحين يا عيشة، على الأقل يعني مش كل شوية الدنيا تفاجئهم بحاجة جديدة. عندك حق يا حسن، أنا شخصياً وحشتني أيام الناجع والعيشة في الناجع. الدنيا كانت رايقة والبيوت كلها بيوتنا، عزوة وعيلة ورجالة وأمان. هترجع الأيام الحلوة يا عم تاني إن شاء الله. بركة في العمدة بقى، ما تخلوش الكلام ياخدنا في دوكة. هتتغدوا ايه يا عمي؟ لا خلاص، انا وصيت الحريم في الدوار يذبحوا لهم كام دكر بط. ما انا عارفه عمي سليم بيحب البط. هو من ناحيه بيحب البط، فهو بيحب البط جوي، وخصوصا كده لما تكون البطه بلدي ومحمره. يا ابويا يا عم سليم. يا اخويا يا عم سليم. لا يا عم العمده، احنا يا دوب نلحق الدار نشوف الرجاله. نتوكل على الله وخلي البط ده يوم تاني. طب والذبايح؟ ابي وزعيهم على الغلابه يا عيشه، وهو كله بثوابه يا عمده. يلا بينا. يلا. بس يا سيدي، وبس اول ما قلت لها ان انت عينك بتطق شرار ومش تسكت غير لما تجيب فلوسك، قالت لي لا، ما انا اصلا كنت هرجع له فلوسه بس كنت مستنيه يرجع للمحل بتاعي. رودي اشترت نفسها بالفلوس دي على فكره. هو انت كان ممكن تقتلها؟ اكيد كنت هقتلها، بس تعرف احسن حاجه في الموضوع ده ايه؟ ايه؟ ان كل ده ما حصلش. انا عارف رودي من واحنا عيال صغيره، وعارف انها عمرها ما هتعمل حاجه زي كده. مروان صدقني، انا بس انا بحبك قوي. مجرد انك تعملي حاجه زي كده عشان بتخافي على مشاعري، ده كبرك في نظري جدا على فكره. الفلوس اللي هترجع دي هتحط في حسابك. لا لا يا مروان، ده كتير قوي. لا مش كتير عليكي. انا مصدقك وعارفه ان انت كنت بتعمل عمل بطولي. كنت بعيد عني وما قلتليش. اشهد دي كانت ظروف الشغل. على فكره انت بتناقض نفسك. ظروف شغل ازاي وانت سايب الداخليه بشكل رسمي ومش مكلف باي حاجه؟ يعني اللي انت كنت فيه ده كان عمل تطوعي مش اكتر. ودي يعني حاجه وحشه؟ بافتراض ان كلامك صح، ليه لما اتقبض على سيف العزازي ما رجعتش تكلم طارق تاني في موضوعنا؟ شفت؟ اديك لسه متردد. هقول لك انا بقى انت متردد ليه؟ عشان زمان زي ما كنت محتار بين رودي ولا شهد، دلوقتي بقيت محتار بين شهد ولا شمس يا يوسف. شمس؟ وايه اللي جاب سير الشمس دلوقتي؟ هو انت فاكرني غبيه قوي كده؟ مش عارفه ان انتوا طول الوقت مع بعض من ساعه ما خلصت شهد؟ عادي يعني. اخت واحد صاحبي ودفعتي وكنت وايه بقى؟ لازق لها ليه؟ بتطيب خاطرها؟ يا شهد انا مش هقبل افضل طول الوقت ضمن مجموعه اختيارات يا يوسف. والله العظيم تعبت. يا هانم، احنا كان في بينا وبين بعض اتفاق، وانا نفذت الجزء بتاعي من الاتفاق ده وخدت الخطوة الأولى. ناقص بقى الخطوة بتاعت حضرتك. فعلا يا عبد الحميد بيه، أنت نفذت الاتفاق وقابلت سليم في وجودي وقلت كل اللي احنا عاوزينه، بس للأسف الخطط اتغيرت. الخطط اتغيرت، يبقى سليم كان عنده حق بقى. حضرتك كنت بتضربيه بيا مش كده؟ كله بتعمله، والخطوة اللي قمت بيها أخدت تمنها. لا يا هانم، للأسف كلام حضرتك مش مظبوط. تمن الخطوة اللي أنا عملتها دي كان مقدم شغل بيني وبين حضرتك لما العمل يكمل، مش كده؟ تمام، الشغل اتلغى، حلال عليك الفلوس. شفت الحكاية بسيطة إزاي؟ فعلا،
بسيطة جدا جدا. بس يعني ممكن أعرف الخطط اللي اتغيرت دي اتغيرت لصالح مين بالظبط؟ ما بتحبش تضيع وقتك يا عبد الحميد بيه. بكرة تعرف كل حاجة في أول. وحشتيني أوي يا أمه. حسن. حسن؟ أنت عرفتيني؟ عمري ما تهت عنك يا ولدي. ياه. الحمد لله على السلامة يا حورية. شايفها جميلة؟ أمي بقت تتكلم وعرفتني كمان. زين الرجال يا زين. زين؟ زين خلاص بقى يما. راح وراحت أيام. أما. أما. مالك يا خالة حورية؟ ما أنت زي الفل أهو. وسي حسن قدامك ملي عينك منه. أما ربنا يسترها معاك يا ولدي وما يكتب عليك لف في بلاده ويجمعك بكل اللي ضاع منك يا رب. يا أما أنت بس لو تسمعي كلامي وتوعيني وتنزلي معايا مصر. ليه بقى يا سي حسن؟ ما هي قاعدة وسطينا اهي ومفرحانا. ربنا ما يحرمنا منها ولا من بركاتها اللي محوطانا. ربنا يخليك يا جميلة. أنا مش عارف حسن إزاي سايب أمه تعيش في الدار هنا. مبقاش تعيش معاه في مصر ليه؟ والله هو حاول أكتر من مرة. في حاجة غريبة مخليها متمسكة بالمكان ده. كل ما بيجي ياخدها من هنا حالتها بتتدهور. سبحان الله. ربنا يطمنا عليها. لا بس ما شاء الله. الدار بقت حاجة تانية خالص يا عزيز. الخضرة زادت والزرايب والمناحل. الله ينور. الدار هي الدار يا سليم بيه. كل الحكاية إن الشباب لقوا حاجة تانية يعملوها. حاجة كانت تحسسهم بقيمتهم. احنا دلوقتي بنبيع لأهل البلد حاجات من إنتاجنا هنا في الدار. ربنا يكرمك أنت وإخواتك يا عزيز. كله بنفسك يا سليم بيه. أنا هستأذنكم أخش أطمن على حسن. أنا أزمتكم. يا سلام. والله رعاية الأيتام دي حاجة تشرح القلب. أكتر حاجة ممكن تسعد البني آدم يا عمي في حياته إنك تشاركه في همه. على فكرة يا يحيى، إحنا بنعمل كده علشان نفسنا أكتر ما يكون عشانه. كله بثوابه. أهم حاجة النية. مش مسألة ثواب بس يا عمار. إحنا طول الوقت محتاجين نشوف قدامنا ناس ضعاف، مساكين، وظروفهم أسوأ من ظروفنا بكتير. عشان نفتكر النعمة اللي احنا فيها ونساعدهم. ده غير بقى اننا لما بنساعدهم في حتة بيضة صغيرة نظيفة كده جوانا بتتنفس. الحتة دي بقى لما بتاخد نفسها احنا بنتبسط اكتر منهم. معاك حق عمي. بس انا ما كنتش اعرف انك شايف الموضوع كده. اهو احنا مش ملايكة يا ابني. لا والمسؤولية وحشة قوي. عارف. وعشان كده بقى أنا طالع زي أبويا. أحب أبقى معاك وأنت الكبير. لكن ما أتمناش أبدا يوم أكون الكبير. أنا كده تمام. والوقوف في وش المدفع يا يحيى مش سهل. منورين الدار على الطريق. إزيك يا نصار؟ أهلا أهلا أهلا. إزيك يا نصار؟ أولاً يا ابني أنا عايز أشكرك على وقفة الجدعانة اللي أنت وقفتها معانا. عمار وعزيز حكولي عنك كتير. دي دار يا سليم بيه. حتى لو كان عقلي وزيني شوية ديني رجعت وأنتوا على راسي من فوق. أصيل يا نصار.
انا عايزك تبقى تعدي عليا في مصلحتك معايا في الشغل، وانا برتب مع عزيز. انا خدامك يا كبير، وعشان كده انا عندي خبر حلو. خير؟ احنا مسكنا واحد من رجاله موسى. طب وموسى نفسه كان في الجبل عامل مملكه ما حدش يعرف يدخلها؟ كان يعني ايه؟ ما هو لما عرف انكم بعتوا رجاله عشان تقتلوه قتلهم كلهم وساب الجبل ومشي. ما تقلقش، ما حدش فيكم يقلق، البلد كلها اراضينا، وانا هقلب البلد على اللي فيها، والواد ده هيجي وتحت رجلين حسن. طب يلا بينا احنا. طب وحسن؟ حسن خليه ويبقى يرجع مع فارس. طب والواد اللي قبض عليه مسار هنعمل فيه ايه؟